يا كنيسة قومي بالمعصبي نوري وقولي جاي المسيح عارسنا جاي ياخدنا إليه جاي بمجده وبمجد أبي. قوموا يا أبناء المرضي رجاء واستقبلوا حب وأشواق شدوا الحقوي فالحق معين لحافظين للمنتظرين. نوري وقولي جاي المسيح عارسنا جاي ياخدنا إليه يا جاي بمجده وبمجد أبي. ده جاي بمجده وبمجد أبيه. الله الله، مش عارف أنا الاختبارات. بصوا مش قصص، اوعى تفتكروها قصص، فيها قصص حلوة ومثيرة وعجيبة، بس كل اختبار وعظة، كل اختبار وعظات، كل اختبار فعلا حضور قوي لرب المجد، زي قصة أمس مع ابننا أكرم محمد صادق وقصة اليوم. وأنا بكلم الأستاذ كرم وهو ابني الصبح قبل ما نبدأ الحلقة بساعات، جسمي قشعر من الكلام اللي بيقوله. إيه ده؟ فعلا القصص دي نعمة وبركة، القصص دي شهادة حية لرب المجد، القصص دي كلمة الرب. فاكرين سفر أعمال الرسل؟ مش السفر الوحيد اللي ما انتهاش بكلمة أمين، لأنه سفر مفتوح كل يوم احنا بنكتب فيه صفحات. سفر أعمال الرسل احنا بنكتب فيه كل يوم صفحات. الناس اللي بتتكلم دي مش أي ناس، الناس اللي بتتكلم دي رسل المسيح الجدد، الناس اللي بتتكلم دي يسوع بعتها، يسوع بعتها تكلمكم. اسمعوا وشوفوا، وشوفوا هذا الشاب الجميل وازاي نجح ومتزوج إيطالية وعنده أسرة جميلة وبيشتغل شغل حلو. وما نسيش الحياة ما خدتوش زي ايه آلاف المتنصرين اللي بيطلعوا أوروبا وبيهربوا من الظلم والاضطهاد، وبعدين يقول لك بس ما انا خلاص بقى كنت محمد وبايد بولس وانتهى الموضوع. ويعني ما انا ببشر باخلاقي بسلوكي خلاص، ويضحك عليه ويسكت. لا، انت شهاده، انت مطلوب منك تجيب اهلك من الناس دي. ابننا الاستاذ كرم ما قال لك مش هسكت، هو دور علي انا بعرفه، وهتشوفه دلوقتي لما هسأله. باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. اعزائي المشاهدين، هذه حلقه جديده مع قصه جديده مع اختبار جديد، اتمنى ان ينال اعجابكم وتستمتعوا بهذه الشهاده الحيه الطازجه من فم قديس. انا بعتبره قديس، الإنسان الذي تكلم وطالع بوشه وهو من عيلة كبيرة في الأردن
مش هامه. ده قديس يا اولاد، ده قديس. ربنا يبارككم، ربنا يبارككم على هذا. امس لما حطيت حلقه، استاذنك يا كرم، بس لما حطيت حلقه، عملت حلقه منعم كارلوس منعم، لقيت ثلاثة أربعة أخواتي مسلمين نازلين داخلين يشتموني، بتهيأ بتقول لا وين، لا لا مش مسلمين أنا. ده المسلمين كانوا طيبين، إيه رأيكم بقى؟ ده اللي نازلين يشتموني منافقين بيسموا نفسهم أقباط. أنت بتهيج الدنيا؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ وده فين؟ والناس ترد عليه تقول له يا عم ده ثابت الكلام ده، وواحد يكتب لي طب ده الكلام ده من 50 سنة جاي تطلعه ليه؟ أنت مالك؟ قال انت بدايعك في ايه؟ عايز ينافق. ده اسمه فنون النفاق لارضاء النظام. يعني بيقول شايف انا بنافق ازاي؟ شايف انا 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 بهدم لك كلام رحومه ازاي؟ يا ابني انا بتكلم بكلمه الرب، انا مش بقول قصص ولا حواديت ولا يا اخواتنا فوقوا يا اخواتنا، دي اللحظات الاخيره. صدقوني اقروا متى، اقروا متى وشوفوا علامات نهاية الزمن هتلاقوها الآن. تعالوا نتكلم مع صديقنا وابننا الغالي من إيطاليا، البث اليوم من إيطاليا. تعالوا نحيي ابننا وصديقنا. أهلا بك أستاذ كرم. سلام المسيح أبونا، سلام المسيح لكل السادة المشاهدين. ربنا يبارك هاي القناة ويبارك كل الخدام اللي عاملين فيها، لأنه من خلال هاي القناة في شهادات حية وفي ناس قاعدين بتكلموا اختباراتهم، بيعبروا بوصل صوتهم للآلاف. يعني على الرغم من بساطتها وبساطة محتواها، إلا أنه لها أثر كبير بالمجتمع. وبصلي أنه يعني تكون بركة لناس كثيرين، لأنه من خلال أي شيء في الكون الرب يتعامل بطرق مختلفة. من خلال أي تعامل، من كلمة، من جملة، من حلم، من رؤية، الرب يتعامل وما وقف من الأزل إلى الأبد. آمين آمين آمين. خليني في البداية أصلي من أجلك، وأصلي من أجل السادة المشاهدين اللي داخلين أعداد كبيرة، هم ليزا، مون، ماهر، مختار، جيزس، سيزر، خادم الرب، أردني أعتقد، أيوة أردني، ما أنا قلت لك أردني. ابن داود، أهلا بكم جميعا وبرحب بكم. خلينا أصلي ونطلب مجد الرب في هذا الاختبار، في هذه الحلقة. بسم الآب والإب والروح القدس إله واحد، أمين. يا رب يسوع المسيح، أنا بشكرك يا رب، أنحني إجلالا لإسمك العظيم الذي دعي علينا. من فضلك يا رب تمجد في هذا الاختبار، افتح القلوب يا رب لكي تلتقط كلماتك المنيرة المضيئة. افتح القلوب يا رب لكي تستمع إلى هذا الاختبار الحي. افتح القلوب يا رب والعقول، أرجوك يا رب تمجد في هذا الاختبار. اتكلم على لسان عبدك، هو يريد أن يقدم لك قصته خالصة لأجلك، لمجدك. اتكلم من خلاله، اتمجد في حياته، اثبت فيه وفي كنيسته وفي بيته وفي عيلته يا رب. حوله إلى مبشر عظيم نريد أن يكون معنا. أشكرك لأنك سمعت واستجبت، لك المجد الدائم من الآن وإلى الأبد ولا ظهر ظهور. آمين. آمين باسم يسوع. اتفضل، أنا مش عايز أتكلم عشان الصوت بتاعي بيعمل صدى، أنا أسيبك تتكلم، ولما عاوز أوقفك في حاجة أسألك فيها. اتفضل يا ابني الغالي، اتفضل. سلام المسيح للمشاهدين مرة ثانية. اسمحوا لي بس أنوه على بعض الشغلات، بعض الملاحظات، يعني قبل ما أبلش اختباري. في بعض الناس، في بعض المشاهدين بيكون كاتب على مذكرة تليفونه
الشهادة الإسلامية، أو بيكون كاتب صلي على إلى آخره، أو بيكون كاتب أي جملة معينة إسلامية، وبحمد إلهه على نعمة الإسلام. فبشغل التلفزيون لما بيكون في لقاء لملحد، أو لقاء لدرس أو حلقة للأم الزكريا أو الأخ رشيد. فبيجي المسلم، مع احترامي الشديد للكل، بشغل التلفزيون وبحط التليفون على الصامت، وبصير يعمل كوبي بيست على التعليقات، وكأنه قاعد بسبح، بحيث انه اي انسان بفكره هو انه اي انسان ممكن يستمع لهاي، ممكن يشوف تعليقه ويذكر اله الاسلام، فهو بيحصل حسنات بهاي الطريقه. وبالمقابل هو قاعد بيشوف الاخبار او بيشوف لايف. ما في اي مشاهده للحلقه، ما في اي استماع، يعني ما بعرف في أي مشكله بالاستماع، او في يعني الموضوع بيكون بشيء فجأة بتحول لشيء ثاني، وبحمد إلهه على نعمة الإسلام. النقطة الثانية، كل الاختبارات اللي موجودة بالعالم، ولو بحثت على الإنترنت بكل اللغات بتلاقي في اختبارات بلغات مختلفة، يهودية، إسبانية إلى آخره. كل هاي الاختبارات، وحتى على قناة الدكتور، كل هاي الاختبارات هي بطلها واحد فقط، وهو إلهنا ومخلصنا وفادينا يسوع المسيح. أمين فإحنا أمين مجرد بنذكر حياتنا من خلال تعاملات الرب معنا خلال حياتنا. والهدف من هذا الإشي على إنه إحنا ما نسكت، ما نسكت، لازم إحنا نتكلم ونحكي اختباراتنا، ونخلي الناس يعرفوا شو اللي صار معانا، وكيف عرفوا، وكيف قبلنا المسيح. وللي بحمد إله الإسلام على نعمة الإسلام، أنا بدي أمشي معك كمسلم. أنا كرم من الأردن، من عائلة إسلامية سنية، وحيد على 5 بنات، عائلتي مش ملتزمة جدا، لكن أنا بالنسبة لي كان الموضوع مختلف. أنا من طفولتي كان عندي ارتباط مع الإله، بحب الله، بحب اللي خلقني. ف امشي معي في سلسلة، في السيرة اللي أنا مريت فيها خلال 38 سنة. ومن خلالها بتمنى إنك تدقق على الأمور اللي أنا بدي أتكلم عنها، لأنه 90% بده يكون معك نفس الشعور، أو بدك تكون عايش نفس العيش اللي أنا كنت عايش. فبالبداية أنا كطفل، بعد ما تقاعد والدي من الأردن، انتقلنا لسوريا وعشنا بمحافظة درعا ب 1986. فكانت طفولتي هناك. أوعيت زي أي طفل. بيوم من الأيام إجت علي أختي اللي أكبر مني، وقالت لي إنها انتسبت لحلقة تحفيظ قرآن ودروس دينية، بتقدمها، بتعطينا إياها جارتنا. فصار عندي فضول، وقلت لازم إني أروح معاها. وبالفعل سحبنا حالنا ورحنا، وجلسنا على أساس إنه إحنا بدنا نحفظ القرآن، وبدنا نستمع الأحاديث وقصص الأنبياء وإلى آخره. فجأة انقلب الموضوع من حضرة الإله وجمال الإله والأنبياء لعذاب القبر. تخيل أنت طفل عمره 6 سنين، أول ما بلش يسمع إنه لما بحطوا الميت بالقبر، بلش الرعب. هسه بلش الرعب، ولا زلت لغايه هاي اللحظه انا بتذكر مواصفات الملكين حسب ما علمتنا اياهم هاي المعلمه. بتذكر اذانهم الطويله، وشفايفهم الكبيره المدليه لصدورهم. بتذكر السيخ الحديد اللي بيجوا معاهم، بيجوا حاملينه، قد ما هو طويل ممكن انك تلفه على الكره الارضيه. بضربوا الميت اللي ما بيعرف يجاوب الاسئله الثلاث اللي معروفه عند الكل: من الهك؟ وما دينك؟ وما قولك بالرجل الذي بعث فيكم؟ فإذا ما عرف يجاوب المسكين، بنضرب بالسيخ ضربة بتنزله بالأرض 40 متر. فإحنا هون انصدمنا. أنا لغاية الآن بتذكر هاي الكلمات من ثمان، يعني من 32 سنة. فطلعنا إحنا بدل ما إنه مبسوطين وبنضحك وأولاد صغار وبيلعبوا بالحارة، طلعنا وجوهنا ما بتتفسر. فصرنا يعني حزننا كثير يوميتها، وصرنا نحكي بيننا انه كيف الناس اللي ماتوا
الناس اللي ماتوا كيف عملوا أول ليلة. وصرنا نتذكر قرايبنا، مثلا ابن أبو والد جيراننا كان وتوفى وكذا، وصرنا نسأل إنه هل جاوب على الأسئلة أو لا. فكانت هاي الأسئلة كلياتها سببت لي رعب، بحيث إني أنا لما أجيت صار عندي فوبيا من النوم. صرت بأي يوم أنا بدي أنام أتخيل الموت، فعشت في ظلال الموت. صرت أتخيل الموت في كل لحظة، وأخاف من إني أوضع في هاي المنزلة وإني ما أعرف أجاوب على الأسئلة اللي بيلقنها إله الإسلام للميت. شيء غريب. فهون قررنا إنه نلتزم، وصرت بالفعل إنه يعني أحاول إني أصلي كذا كوني صغير. بأول رمضان إلي بتذكره صمته كامل إلا 3 أيام، وتلقيت ملامة من أهلي وسمعت الكلام السيء يعني، لأني أفطرت هاي ال3 أيام. وبعدها ما أفطرت ولا يوم، كل الرمضانات اللي كانت تيجي بعديها ما كنت أفطر ولا يوم. لكن بالنسبة لي كان رمضان شهر مجرم يعني، أنا بالنسبة لي من طفولتي كنت أعاني منه. دوام المدرسة ثقيل يعني، بأخذ 70% من جهدك، من قوتك ومن طاقتك، بأخذهن شهر رمضان. وكطفل يعني أنت بشوف أنا الشيبس البسكوت الشغلات الحلوة الزاكية، لكن ما بقدر أقرب عليها. تعب والدي أيام ما كنا بسوريا وانتقلنا للأردن سنة 1997. في رمضان 1997 والدتي شافت والدي كثير تعبان، ف طلعت له مكافأة من الضمان أو مبالغ مالية من الضمان، قالت بدي أخذه على العمرة فيه بهاي المبالغ، فيعني تحويش شغله خلال السنين، فقالت بدنا نروح فيهن على العمرة. وبالفعل فيزنا أنا وهي، كان عمري حوالي 13 سنة 14 13 14 سنة. بس دي وانت كبير، ففيزنا دي وانت كبير. يعني بالصف السابع تقريبا يعني، دي هيك بالعمر هذا. انا بتكلم على الصورة دي. ثواني بس. انت مش شايفها؟ لا، هاي الصورة، هاي الصورة بعد، هاي بعد. الصورة باجية بالكلام. اها. اوكي، اتفضل اتفضل، معلش. ف قالت بدي اخذه على العمره، لا يعني على اساس انه اله الاسلام يشفيه اذا وصل لبيته، انه يشفي ابوي ويرجع سليم زي ما كان. فرحت انا وياها وابوي واختي، وابوي كان كثير تعبان. فسحبنا حالنا ورحنا على مكه، وبتذكر الحدود بالتفاصيل، وكنت ايامها اكتب مذكرات وبعثت للدكتور لابونا المذكرات، حتى لما كنت اكتبها وانا صغير انه باليوم الفلاني مرينا من الحدود الفلانيه، او اليوم الفلاني عملنا كذا وكذا. فبتذكر تفاصيل هذيك العمره بادق التفاصيل، بكامل الصوره بتذكرها. العمره كانت بدي اياه اللي راح على العمره يمشي معي بالمسيره اللي انا بدي احكيها، واللي ما راح فعشان أأكد لك إني أنا مش مسلم، أنا مسلم حتى النخاع، كنت مسلم حتى النخاع، وكنت بالأدلة والوثائق، وكنت ماشي حسب مسيرة إله الإسلام حسب شو بده. فرحنا على مكة، وكان الناس اللي معانا بالباص سيئين جدا، سيئين لدرجة لا توصف. عملنا الإحرام. خلال الإحرام طبعا في دي كتالوج المذكرات، للإحرام دي المذكرات اللي بعتها لي، اللي كتبها وهو طفل بالضبط. في أول رحلة عمرة مع أبوه اللي كان مريض، اللي خدوه يودوه العمرة عشان ربنا إله الإسلام يشفيه من المرض. دي المذكرات اللي بعتها لي أهي، عشان تعرفوا كلامه صادق وكل حاجة. دي المذكرات اللي بعتها لي، كتبها وهو طفل، وعدينا من كذا وعملنا كذا. يعني كانت طبعا بالنسبة له لحظات تاريخية بيسجلها يعني. أكيد أكيد. اتفضل كمل حبيبي.
بنمشي بالكتالوج الإسلامي. لما رحنا على الإحرام أحرمنا بآبار علي بالمدينة المنورة حسب اسمها الإسلامية، فعملنا إحرام. وبعد الإحرام طبعا حسب ما بتعرفوا إنه ممنوع تحك حتى شعرك، لأنه إذا سقطت شعرة أنت بتوجب عليك ذبيحة. فصار في تعليمات إنه لا تحكوا شعركم، لا تقصوا أظافركم، لا تستخدموا صابونة معطرة، لا تحطوا كولونيا، لأنه بأي خطأ زي هيك أنت عليك ذبيحة عشان تبرر الإحرام تبعك أو إنك أفسدت الإحرام للعمرة. وبتذكر لما وصلنا لمكة ودخلنا على مكة وقالوا إنه أول دعاء أنت بتشوفها، يعني أول ما تشوف مكة إذا دعيت شو ما دعيت أول ما بتشوفها الأمور مستجابة لك. فدخلنا وكانت الناس أزمة وفوق بعض، الروائح لا توصف. ومشينا حسب الكتالوج الإسلامي، الطواف 7 مرات حول الكعبة، محاولة تقبيل الحجر الأسود، الصلاة في الحجر، الصلاة الركعتين، الطواف بعد الانتهاء من الطواف، السعي بين الصفا والمروة. خلصنا كل هاي الأمور وبكل التعب، وأبوي معانا والأمور كانت كثير فظيعة. بعد ما خلصت أنا العمرة طلعت مكتئب، وكل اللي معي بالباص وكل اللي معي بالعمرة طلعنا مكتئبين أكثر مما دخلنا. باللحظة اللي طلعنا فيها من العمرة وخلصنا فيها العمرة طلعنا زعلانين ووجوهنا ما بتتفسر، غضب، اكتئاب، بدنا نضرب بعض، يعني زعلانين. أنا فاهم. والزعل كان انه ما في واحد فينا كان عنده رجاء انه اله الاسلام قبل هاي العمره. كان دعائنا واحنا بنعمل العمره يا رب اقبل منا، يعني انت مش واثق انه الهك راح يقبل منك، لانه قاعد على بالسماء السابعه وفوق العرش وبعيد، وما يعني بعيد بعيد جدا. انت قاعد بتعمل كل هاي الامور وكل هاي الخطوات، بالمقابل ما في لحظه رجاء واحده تقول لك انه اله الاسلام قبل منك هذا العمل، حتى لو انك ماشي على الكتالوج كامل. خلصنا العمره، وطبعا لانه والدي كان مريض كان قاعد على جنب، فقررت اني اعمل العمره الثانيه عنه، كونه احنا في فترة رمضان بالعشر الأواخر من رمضان. كل الفترة هاي احنا مسموح لنا نعمل 1,000,000 عمرة يعني حسب انت وهمتك. فرحنا على التنعيم انا وامي واختي، وقررت انه العمرة الثانية تكون لوالدي. عملت العمرة عن ابوي. فالعمرة الاولى كانت عن عمرتين وبنفس المشكلة، انا بخلص المناسك، مناسك العمرة، بطلع بكون مكتئب اكثر من ما دخلت، ما عندي أي رجاء إنه إله الإسلام قبل مني اللي أنا بعمله، أنا ضايع. بدعي إنه يعني ممكن أنا عملت خطأ، أي أثناء ما أنا قاعد بطوف، أثناء ما أنا حكيت راسي شيء، يعني عملت خطأ معين بخلي إله الإسلام ما يقبل مني هذا العمل. كان دعائي كلياته إنه يا رب اقبل مني. خلصنا العمرة، طلعنا اكتشفنا إنه مكتب العمرة نصب علينا، فقال لنا انه في لكم سكن مؤمن وفي لكم للحجاج. طلعنا لقينا انه ما فيش سكنات مؤمنه، فاضطرينا على انه نروح على منطقه النواريه بعيده حوالي 10 كيلو متر من مكه، وهي مواقف باصات الحجاج وفيها زي هنجرات كبيره استخدموها الحجاج اللي ما لهم سكن، اللي ما معاهم تكاليف سكن، استخدموها على انه يناموا فيها. واخذت كل عائله فيها، طبعا الحجاج مش بس باصنا، احنا بنتكلم عن الحجاج كاملين اللي رايحين على العمره. فكل واحد فيهم اخذ زاويه بالهنجر، حط فيها اغراضه، حط فيها اكله وشربه، وبلشوا يطبخوا ويفطروا في بعد الصيام، يتسحروا في هذا المكان. الحمامات كانت وسخه جدا، يعني اوسخ من عدم المؤاخذه من حمامات المدارس الحكوميه. الدخلة للحمام بمعاناة، الأكل معاناة، معاناة رمضان بحد ذاته كانت معاناة، بالإضافة لأن والدي المريض اللي كان موجود معانا، وكل هذا عشان نرضي إله الإسلام. لكن طلعنا ما أرضيناه، يعني إحنا طلعنا
ما حسينا انه احنا كسبنا شيء او في رجاء لنا انه قبل عملنا. واحنا مروحين شوفوا، انا بدي اعطيكم امثله عن كيف اثرت العمره بنفوس الحجاج اللي كانوا معنا. ففي واحد منهم ضيع 3 كيلو عجوه تمر، ضيعهم بالباص، صار يسب الدين وبده يفل بالمدينه المنوره ويضيع حاله ويحلف الا غير انه تعيدوا هون، بده ايانا نعيد وما ما ندخل الاردن. فهو بده يضيع حاله 3 ايام لبعد العيد لحد ما يطلع ويقول انه خلص انا سامحت وخلينا نروح. فشوف انت الاثر العمره كيف عملت بنفسيته. طبعا كلهم نفس المنوال، يعني احنا ما بنتكلم عن واحد حصرا. انا شفت حادثه قتل هنا، يعني امي واختي كانوا بالحمامات النسائيه وفي مره كانت موجوده دخلت معاها مره، كونه في ناس كثير، دخلت معاها مره قالت لها احنا اخوات وخلينا نستخدم الحمام سوا، ذبحتها واخذت ذهباتها. يا المره ساتر رب، مصريه كانت، يا ساتر رب. كتلتها بالحمام واخذت ذهباتها وفلت وكانت منقبه. والمره المصريه ما سمعت كلام المصريات اللي النساء المصريات اللي كانوا موجودين معاها، قالوا لها لا تلبسي ذهبك هون، فهي رفضت هذا الاشي وقتلت في مكه. سمعت هذا الاشي وانا موجود هناك، شفت اب مضيع بنته وقاعد بركض وراها، خطفت بنته من بين ايديه. التحرش الجنسي خلال الطواف هذا كلياته انا شفته. وصلنا للحدود فطلع العسكري بيقول اذا بتحلفوا يمين انه ما معكم اجهزه الكترونيه بمرقكم من الحدود بدون تفتيش. طبعا هون قالوا للحرامي احلف، قال اجاك الفرج. ف قالوا بس، وطبعا كل واحد معهم مع اقل شيء جهازين. فحلفوا يمين انه ما معهم اجهزه، هذول اللي كانوا توهم مخلصين عمرهم. قال خلص روحوا. فبالفعل مرينا من الحدود بدون تفتيش. على الحدود بمنطقه صحراويه كانوا اسمها بمنطقه معان بالاردن اسمها ام الضباع. بهذه المنطقه صحراويه ما فيها اي خدمات، في سلك موجود في الشارع ترك كل السيارات اللي مرت من فوقه وضرب بماكينة الباص، ضرب بالماكينة من تحت بالأجزاء السفلية، كسر فيها أجزاء معينة. الشوفير كان يعني ثواني وبفقد السيطرة، رحنا ما نقلب بالباص. يوميتها تعطلنا بالشارع حوالي 8 ساعات وكلياتهم اعتقدوا لأنه حلفوا يمين كاذب صار فيهم هذا الإشي. لكن هذا الإشي ما خلاهم يرتدعوا. يعني إحنا لما وصلنا على إربد، أنا بحكي لكم المواقف السيئة اللي صارت، لأنه واحد رايح يصلي، رايح يتعبد، رايح يتقرب لإله، المفروض عنده رجاء، المفروض عنده محبة، المفروض إنه تغير بنفسه. فأنا بحكي لكم شو اللي صار عشان تعرفوا إنه ما أثرت العمرة فيهم ولو قيد مقدار، يعني ذرة. فالمهم إحنا وصلنا لبلدنا، الشوفير وصل كل الركاب لبيوتهم، نزل اغراضهم، نزل متاعهم، اجى لعنا احنا، انا وابوي وامي واختي، وابوي مريض ما بيقدر يعني بده مساعده بالمشي. والدنيا كانت فجر وفجر العيد والناس قاعده بتكبر لتهاليل العيد. قرر انه يرمينا بالشارع، يعني انه خلص خذوا هاي اجره التاكسي، اعطاها لاختي وتفضلوا وروحوا. طبعا معانا اغراض العمره كامله. فهون اختي ثار غضبها وقالت له، يعني سمعته كلام سيء بليق بحضرته صراحه، لانه انت كيف بترمي وصلت الكل لبيوتهم وتركت هذا الشخص الكبير المسن التعبان بدك ترميه بالشارع بالبرد والدنيا كانت شتاء. فاثرت في نفوسهم جدا العمره، يعني انا شفت اثرها كثير. فكانوا من سيء لاسوء ومن كذابين لاكذب. هاي العمرة الأولى اللي أنا عملتها وعملت فيها عمرتي. بعديها بسنة، طبعا إحنا رحنا على أساس إنه إله الإسلام يشفي أبوي، بحيث إنه إذا وصلنا لبيته يشفي أبوي. لكن نتفاجأ إنه بعد 10 أيام من وصولنا من مكة أبوي بموت. والدي توفى بعد 10 أيام من وصولنا من مكة. فأثرت في هاي الحادثة جدا، البيت انكسر، يعني عمود البيت سقط،
فبالتالي كل البيت راح يسقط. كان الأثر يعني أثرها كثير على أنفسنا. بالسنة الثانية، بالسنة اللي بعديها، في رمضان السنة الثانية، أمي قالت إنه بدها تروح على العمرة، وبالفعل حجزت لي معها ورحت معها في رمضان التالي في 1998. وبالعمرة هاي برضو أنا نفس الشعور، نفس المعاناة، نفس التعب. خلصت المناسك، لكن خلصت المناسك لكن لا رجاء من إله الإسلام. أنت بتنادي، وما يعني ما بنسى لحظة القنوط. قاعدين احنا بصلاة القنوط اللي هي بعد الساعة 12 بالليل بتبلش صلاة القنوط، وأبونا عارف هذا الإشي. وبنهايتها بعد صلاة الشفع والوتر بيقوم الإمام، السديس كان أيامها، وبلش يدعي دعاء القنوط. وبلش يدعي إنه نجينا من عذاب القبر. أنت قاعد بتتكلم عن الملايين، تصرخ وبتبكي وانقطعت نفسها، قطعت نفسها وهي بتترجى إله الإسلام إنه ينجيهم من عذاب القبر. ومن يصرخ ومن نادي وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه بين اللحود، والإمام قاعد بدعي وإحنا بنبكي والكل قاعد بصرخ. وخلصنا الصلاة والرجاء يعني ما في رجاء، ما فيش فقدنا الأمل كل يعني. أنا بالنسبة لي أنا ما كنت حاسس إني عملت شيء، حاسس إني بناء يعني زي ما بيقولوا بمثل، بنفخ بقربة مقطوعة، القربة اللي هي أداة موسيقية تستخدم بالهواء. فإحنا بننفخ بقربة مقطوعة، يعني إحنا ما فيش أي رجاء لنا، إحنا قاعدين بندعي وبنصارخ وبنبكي، بس إله الإسلام ما في عندنا رجاء إنه قبل منا. إحنا يا رب قبلت ولا لا، هذا سؤالنا. فمرينا بنفس المعاناة بالعمرة الثانية، وعملت العمرة الثانية في هذيك السنة برضو لوالدي. يعني عملت عمرتين، اثنين عمرة بالعمرة الأولى واثنين عمرة بالعمرة الثانية. بعد ما روحنا على الأردن بعد العمرة الثانية، هون أنا بلشت أتشدد شوي، بلش إله الإسلام يأخذني لطرف. فصرت أصلي في الجامع كل الصلوات، الفجر الخمس صلوات أروح على مسجد الحي وبعيد عنا كان، كنت أصلي فيه. في هاي الفترة بلشت أتعمق بالإسلام، بلشت أحفظ قرآن، فحفظت جزء عامة وحفظت سورة ياسين، وبلشت أحفظ الجزء الأول من سورة البقرة. وقررت أيامها إني أحفظ القرآن عشان ألبس والدي يعني ألبس أبوي وأمي تاج بالجنة زي ما قال رسول الإسلام. فبالفعل حفظت هاي الأجزاء، وانعرضت أيامها خلال يعني طلع شيخ وقال إنه في عندنا خروج للدعوة، بده يخرج لمنطقة الخيرية، محافظة الخيرية وهي من قرى إربد، بده يخرج لهذيك المحافظة ويقيم في المسجد 3 أيام هو وبعض الشيوخ عشان ندعو المسلمين للإسلام. شيء غريب. فأنا الشاب الوحيد اللي كنت موجود في المسجد اللي قلت لهم أنا بدي أطلع معكم، وقالوا لي خذ إذن أمك وتعال. فطلعت معاهم ورحنا على مسجد الخيرية للدعوة إلى إله الإسلام، لأنه بوجهة نظرنا أنه اللي ما بيصلي في المسجد منافق، واللي ما بيصلي تارك الصلاة هو كافر، اللي ما بيصوم برضه يعني يستتاب 3 أيام ويسجن إلى آخره. فمن وجهة نظرنا المجتمع اللي احنا عايشين فيه فاسد، فلازم احنا ندعي للإسلام ونشدد عزيمته بالإسلام. وبالفعل كنا نجول في يعني في القرية في محافظة الخيرية، واللي موجودين بالأردن بيعرفوا هاي المحافظة جيدا، وبيعرفوا المسجد اللي فيها موجود على رأس تلة. أقمنا فيه 3 أيام وصرنا ندعو الناس للإسلام في هذه الفترة. خلصنا ال3 أيام ورجعنا، زاد تمسكي أكثر، لأنه
لاحظت انه خلال الدعوه هاي خلال ال3 ايام لاحظت انهم عجبهم اسلوبي في قراءه الاحاديث، فاعطوني وكلوني انه بعد صلاه اقرا حديث كيف الحبشي قتل حمزه عم النبي وتاب. فمسكت الحديث وبلشت اقراه والناس عجبها الشيء اللي انا بقدمه. فقلت انا ممكن اكون صاحب تاثير في الاسلام، فتمسكت اكثر. ولما رجعت تم الاعلان عن انه في مركز تحفيظ قران موجود في المنطقه اللي احنا فيها، انه بده يعلم الناس، يعني بده يقبل طلاب معينين يقدموا لهذا المركز، واذا تم قبولهم هو بيساعدهم على انهم يكملوا حفظ القران كامل. قلت بس هاي الفرصه اللي اجتني. فبالفعل كان المطلوب انه اكون حافظ 3 اجزاء. انا ما كنت حافظ غير جزئين، فكملتهم بسوره الكهف وسوره مريم. هذول السورتين باعتبار انه جزء مع سوره ياسين اخذ معي اسبوع، كنت سريع الحفظ. واختبرني الشيخ حتى لدرجه انه اخوه ما كان مصدق اللي صار، يعني قال انه اخوي الشيخ عبد الله نسبك للمركز بدون ما انه بواسطه، بحيث انه كيف انت حفظت هاي السورتين اسبوع. امتحنوني بالمركز ونجحت وكنت من الاوائل، واعطوني جائزه. طبعا طلع الشيخ وطلب تبرع للمركز، هاي اسلوبهم باعطاء النقود يعني. فصدمني انا لما طلع وبلش يطلب المعونه من الناس انه تبرعوا للمركز عشان في جوائز وكذا، واجتني الجائزه. انا ما كنت بدي اقبلها، بس عشان ما اسبب الحرج للشيخ عبد الله ولهم قبلتها. بهاي الفتره برضو تعرضت لاول سؤال شوي غريب. كانت اختي تدرس بالجامعه تاريخ، فاجت علي قالت لي بدي احكي لك شغله عن القران بس لا تشك بالقران. قلت لها هاتي، انا كنت على اساس انه شيخ البيت يعني يسالوني ويستفسروا مني. فقالت لي قصه آية الاحزاب، سوره الاحزاب الايه 37 اللي هي بيعرفها الكل حاليا، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وقالت لي قصه كيف انه زيد طلق زوجته زينب ليتزوجها محمد. وقالت انه يعني هي بتتساءل بس خايفه تشك بالاسلام وبدهاش يعني اشك بالاسلام. فانا يعني كوني شيخ البيت صرت ارجع، يعني صرت اجيب سوالف من عندي انه عشان يلغي موضوع التبني. بتعرف يعني. لكن هون سالت يعني برضو انا يعني صحيح مسلم، بس في شغلات كانت تمس عقلي، يعني انه طب ليش التطبيق العملي؟ ليش محمد اختار هاي الحادثه بالذات انه يطبقها عمليا؟ وكان المفروض انه يكتبها بالقران وتصير خلص فرض على المسلمين، يكتبوها بالسنه وتصير فريضه على المسلمين، يلغي التبني بهاي الطريقه. فليش اختار انه يطبقها تطبيق عملي؟ برضو اجت علي بفتره ثانيه انه قالت لي في عندهم دكتور بتشك انه ميوله الحاديه، وتكلم عن موضوع الحور العين، وقال انه الحور العين استخدمهن محمد لاغراء جنوده للمحاربه لاجله. فبالفعل يعني كلمات مؤثره فيها منطقيه كبيره، بس انا يوميتها حاولت اتفادى الموضوع. ويعني بالاسلام ما فيك تفكر انه خلص هي هيك. بلشت انه ما اكتفي انا بالمدرسه الشغلات اللي بنتعلمها بالمدرسة، الشغلات اللي بتعلمها بالمسجد. برضو كنت أجيب أشرطة دينية وأسمع قصص الأنبياء، أقرأ كتب. أوائل الكتب اللي وقعت بإيدي اللي هو كتاب علامات الساعة وقرب ظهور المهدي. هذا الكتاب عمل لي كونفيوزن بمخي، يعني عمل لي كثير من التضاربات. تناقضات. يعني مرة بيقولوا المسيح الدجال هو عبد الله بن الصياد أو ابن الصائد، ومرة بيقولوا هو اللي شافه تميم الداري لما تاه في البحر وكان مقيد بسلاسل وإلى آخره. فأنا الأشياء هاي كلياتها
التناقضات هاي عملت عندي مشكلة، فما عرفت أنا إنه وين، مين، طب مين المسيح الدجال اللي بده يطلع آخر الزمن، واللي هو أكبر فتنة عرفها التاريخ، واللي المهدي اللي دخل السرداب حسب الروايات الشيعية، اسمه على اسم محمد وأبوه اسمه على اسم أبو محمد إلى آخره. فهاي الكتب أنا بلشت أقرأ فيها وأتعمق فيها، وبهاي الفترة برضو أنا لأول مرة بمسك الكتاب المقدس، ما بعرف كيف إجا بإيدي. يعني أنا كان في عندنا كتب كثير بالبيت، في مكتبة لأبوي، في كتب قديمة، في كتب جديدة لأخواتي بالمدرسة. فبدور بالكتب لاحظت كتاب غريب، كتاب مقدس. فتحت على سفر التكوين، على سفر الخروج، مش ذاكر بالضبط التفاصيل، لكن بتذكر انه لما تكلم الرب مع موسى في البرية وتجلى له وتجسد له في العليقة. فأنا لما قرأت هذا الإشي قعدت ممكن 3 أيام، اللي بتذكره يومين 3 أيام، وأنا مرهق، عقلي تعبني. يعني أنا قرأت الصفحة هاي وقلت بدي أتعمق بدينهم عشان أدافع عن الإسلام وإلى آخره، صفحة واحدة من الكتاب المقدس كانت كفيلة على إنه توقفني. فقلت لأختي، شكيت لها وبنتفض، يعني أنا قاعد برجف وقشعرية ماسكتني، إنه كيف إله يتكلم من خلال عليقة؟ إحنا عندنا إنه لما تجلى للجبل في الإسلام الجبل خر صاعقا، فكيف إنه يتكلم بالعليقة إذا الله قريب لهذه الدرجة؟ ففي تعارض بالروايتين، فمين الصح فيهم؟ فبلشت دخل في شك في الإسلام بقلبي بهاي اللحظة بطريقة مش طبيعية. فشكيت لأختي هاي اللي كانت في الجامعة، اللي دائما نحكي إحنا سوا بالأمور هاي، فشكيت لها قلت لها هيك هيك صار معي. فقالت لي لا تقرأ الكتاب المقدس مرة ثانية، وكانت يعني تم إنه خلص زي ما بدك، إنه ممكن يكون في أخطاء كثير زي هيك، اختلاف في الروايات بين الرواية الإسلامية والرواية المسيحية. فبالصف العاشر، احنا عندنا بالنظام التعليمي الاردني الكل بيعرف، بعد الصف العاشر بتم فرز انت الطلاب العلمي الشرعي الادبي الى اخره، كل ده وانت سن وبعطيهم كام؟ رب الصف. كل ده وانت سن الصف كام؟ العاشر، الصف الصف العاشر يعني العاشر كان سنك كام يعني؟ يعني 16 بكالوريا؟ سنة تقريبا، بكالوريا لا قبل سنة؟ البكالوريا بسنتين. ما اعرفش انتوا نظامكم، المهم انك انت ده كل دي رحلة طويلة يا كرم، رحلة طويلة قوي دي. نعم، كلها بس دي هاي كانت عشان كمل. اثبت يعني للمشاهد انه كيف من خلال حياتي انه انا كنت مسلم، ولما يتبع هاي الامور راح يشوف الشعور اللي انا بشعره كيف. انت بالصف العاشر، كنت عملت آخر عمرة ولا لسه آخر عمرة؟ لا لسه هسا احنا طب داخل على الاول ثانوي والثاني ثانوي التوجيهي البكالوريا، هاي اللي تخصصت فيه شريعة إسلامية، انت تخصصت شريعة إسلامية؟ فمدرسة اوه شريعة واو. إسلامية. فأنا لما بالصف العاشر أعطونا نموذج عشان نكتب وين إحنا بدنا نروح على أي تخصص، أنا كتبت شرعي فقط لا غير. فلما مربي الصف مسك الورقة تبعيتي اللي بده يفرزني فيها علشان الثانوية، نادى على اسمي وقال أنت كاتب بس شريعة فقط. قلت له نعم أنا بدي أدرس شريعة. قال لي طيب إذا ما طلع لك شريعة، قلت له ما بدي أدرس. أنا معدلي كان يأهني على أني أدخل أدبي علمي، لكن أنا بدي شريعة. دخلت شريعة، كان اسم الطالب الوحيد اللي موجود بمدرسة عمار بن ياسر في إربد بال2000، اسمي أنا الوحيد اللي موجود شريعة، والباقيين كلياتهم أدبي تجاري علمي إلى آخره. فدخلت المدرسة الشرعية. بالمدرسة الشرعية احنا أول ثانوي وثاني ثانوي هذول نتخصص فيهم بدراسة الإسلام، عندنا 4 كتب نتميز فيهم عن الأدبي والعلمي.
اللي هي علوم شرعية واحد وعلوم شرعية اثنين. أنا بعثت لحضرتك الشهادات برضه، ايوه نتائج الثانوية. فبالأول ثانوي وبالثاني ثانوي بنتخصص في الشريعة، بحيث إنه بندرس القرآن والفقه والحديث والنظم الإسلامية. في السنة الأولى درسنا سورة النور، سورة التوبة اللي هي سورة براءة، ودرسنا آيات كثيرة من القرآن، يعني تخصصنا بالقرآن وتخصصنا بالأحاديث. في آيات سورة التوبة كلياتها معروفة، إنه كلياتها قتل وذبح. سورة إنما جزاء آية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا إلى آخره. هاي درسناها بالمدرسة، إحنا صفنا يوميتها، إنه شو الإجرام اللي عمله محمد وأصحابه بهؤلاء اللي سرقوا إبل الصدقة، كيف إنه صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ولدرجة إنه البعض منهم كان يعض على الأرض لأنه مش عطشان، مش قادر يشرب، وما في حدا كان يعطيه شربة مي، وماتوا على هذا الحال. درسنا هذا الإشي، صابنا سعقة، بلشنا نتعمق وبلشنا ندرس حادثة الإفك وكيف صفوان بن المعطل وعائشة وإلى آخره. فتخصصنا بالشريعة. الآن كل في ده جماعة منا وانت كل ده وانت مش يعني رجلك بتغرس في الإسلام ومش قادر مش قادر تفكر تهرب تجري منه، تتبين انك انت في عقيدة خاطئة، عقيدة شيطانية، كل ده وانت مغمض عينك خالص كده. بالضبط، أنا ماشي بسمع على الشيوخ، بتعلم من خلال الشيوخ، بتعلم من خلال المعلمين، والقناعة اللي داخلي إنه هاي في قدسية على القرآن. لمجرد إنك تفكر إنك تشيل هاي القدسية، أو إنك تفكر بالذات الإلهية، إنه قل استغفر الله وكفى، أي لا عشان تسألوا عن الشيطان ما أشياء، ياخذك للأعماق. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. ما هرك فل. بالضبط أيوه بالضبط، فماشيين احنا خلف اللي بنتعلمه. خلال هاي الفترة اجت جماعة من الشباب اللي كانوا موجودين عندنا بالصف، وقرروا انهم يعملوا قنابل، قنابل، وكان لازم هدفنا انه نفجر محلات الخمور اللي موجودة بإربد، من باب النهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك بقلبي أضعف الإيمان. وأضعف فإحنا مش لازم الإيمان. نكون إحنا يا فمش رب. لازم نكون أضعف الإيمان، لازم نغير بإيدنا. فتشكلت جماعة وقالوا إحنا بدنا نعمل مفجرات وقنابل وإلى آخره، ونرميها على محلات الخمور. عرضوا علي الموضوع هذا، لكن أنا وحيد لأمي وما حبيت أكسر بخاطرها، فترددت ورفضت هذا الشيء. فبالمدرسة الشرعية علمونا كيف نكره، علمونا كيف إنه هذا نصراني كافر، هذا يهودي مغضوب عليه. بنصلي بصلواتنا بال5 مرات في اليوم، إحنا قاعدين بنقرأ غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى، فاحنا عمالين طريقنا نشتم في غير. خلق الله، شتيمة في خلق الله بس. 5 صلوات غسيل دماغ، بحيث انه احنا ما كنا نتخيل انه في قاعد بنعمل لنا غسيل دماغ بهاي الطريقه. اكرهنا المجتمع، المجتمع بالنسبه لنا للملتزم، الناس اللي مش ملتزمه، الناس اللي ما بتصلي هذول كافرين، الناس اللي ما بتصوم هذا يا غضب الله عليه. كرهت خواتي، يعني في بعض خواتي ما كان يرتدي الحجاب، فأنا أعلنت البراءة أمام إله الإسلام بعد ما نصحتها. أعلنت البراءة أمام إله الإسلام إني أنا متبري من خواتي، لأنه مش راضيات تسمعن إلي، فأنا لا تؤخذني بذنبهن، هذول ذنبهن على حالهم. تعلمنا كيف نكره، تعلمنا كيف ننطوي على نفسنا، تعلمنا على إنه
نشوف حالنا نتخلف. تعلمنا كيف انه نتخلف بالفعل، لانه الاسلام بجذبك ل 1400 سنه من الان، لما بقول لك خير القرون قرني، فانت فالمسلم المتشدد اللي متعمق بالاسلام بتمنى لو انه ترجع اللحظه اللي يكون فيها مع محمد وجماعته على الخيل وعلى البغال وعلى السيوف، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وال يعني الأجر العظيم اللي بده يناله من الحور العين وغيره. كل هاي الأعماق الفكرية للإسلام يعني هي نتيجة النصوص اللي قاعدين احنا اللي كنا ندرسها. فالنصوص علمتنا انه خير القرون قرن محمد، فتمنينا انه نرجع لهذاك القرن. انتظرنا بهذيك السنوات انه يعلن الخلافة الإسلامية، لأنه مباشرة احنا نازلين على فلسطين نحررها. يعني هاي مخططاتنا على انه بس تعلن الخلافة الإسلامية على فلسطين، لأنه إسرائيل احتلت فلسطين، فبالتالي احنا لازم نحررها. صرنا ننتظر عودة المسيح. يعني أنا مني وعلي لما قرأت كتاب علامات الساعة كنت أنتظر عودة المسيح، لأنه بعودته رايحين نقاتل اليهود ونقاتل الأعور الدجال، وتكون التكنولوجيا منتهية ونقاتلهم على بالسيف، فينطق الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد وهي من شجر يهود. بعد ما خلصنا نجحت في البكالوريا، وكنت أنا الثاني على الصف، ونجحت بتقدير كويس ودخلت الجامعة، بس دخلتها علوم مالية لأنه أنا درست الواقع. يعني قلت ماشي، الشريعة ديننا وإلى آخره، فلذلك بس برضو أنا بحاجة وظيفة، فالدراسات الشرعية مش رايحة تأهلني لأني أستلم منصب أو أستلم وظيفة معينة، فقررت أني أروح علوم مالية، فغيرت ميولي إلى العلوم المالية. بعد السنة الأولى من الجامعة، في رمضان 2001، كأنه بهاي السنوات، أنا على الهواء يا والدتي حسنية، بخلص الحلقة يا حسنية. اتفضل اتفضل. والدتي راحت على العمرة برضو لحالها بس المرة هاي، ورجعت مريضة وبين معاها السرطان. يا ساتر على يعني الله. كانت وكانت تعبت حوالي 4 سنين، وبالسنة الأولى إلي بالجامعة توفت. اتدمرت نفسيا وانتقلت لجامعة ثانية، وبعد ما تخرجت تزوجت مباشرة، صار في قصة وتزوجت، مش قصة سيئة يعني، لا تفكروا إنه في شغلة عظيمة، لكن علاقة وإلى آخره، علاقة حب. فكنت أتخيل أنها علاقة حب، أنا كنت رافض الزواج، لكن صارت في لعبة معينة واضطريت على أني أتزوج. لكن كانت حياتي إنه أنا بلشت بيتي إنه أنا بدي أبني بيتي على القواعد الإسلامية، فإحنا بيتنا إسلامي ولازم نكون ملتزمين وإلى آخره. بال2008 هذا الكلام تزوجت، بال2009 اجاني المولود الاول، سميته على اسم واحد من الصحابه كثير كنت احبه. وبال2011 برضه اجاني مولود ثاني، وسميته برضه على اسم صحابي ثاني. بعدين انتقلت للسعوديه، رحت على السعوديه، طلعت على منطقه القسيم بالبكيريه، وهي منطقه متشدده كثير. وهناك رحت على العمرة اللي حضرتك ورجيتنا الصورة الأولى لها، هي دي صورة العمرة، كنت أنا وزميل إلي بالعمل، سحبنا حالنا ورحنا على العمرة في رمضان برضه، وأخذنا إجازة من الشغل. برضه إذا بتلاحظوا من خلال الصورة إنه ملامح الكآبة والحزن، التعب والإرهاق،
وعدم الرجاء، ما في رجاء نهائي. في رمضان اللي بعده، وأنا بالسعودية شغال، اشتغلت هناك حوالي 3 سنين، استدعيت زوجتي وأولادي الاثنين زيارة، فجاءوا زيارة على السعودية، وأخذت إجازة من العمل وأخذتهم على العمرة. أخذنا حوالي أسبوع رحنا فيه على العمرة، ورحنا فيه على جدة وعلى البحر وإلى آخره، لكن أنا أخذتهم على العمرة برضو، هاي صوري أنا والأولاد. في كآبة، في تساؤلات كثير. زوجتي تقول لي بلاش نظل قاعدين بالفندق، خلينا ننزل على الحرم، لكن أنا في إشي صادني إنه نفس السيناريو قاعد بتكرر كل سنة، لكن أنا مش ملاقي الإله. أنا رايح عشان ألاقي الإله، يعني أرضيه، أبسطه، أخليه يرضى علي، لكن أنا بتفاجأ إنه ما فيش أي استجابة، وبتكلم مع نفسي. في هاي الفترة بعد ما خلصت من السعودية رجعت على الأردن، كان ابن خالتي بأوروبا، عرف المسيح قبلي بسنوات، واو وكان يكلمني عن المسيح دائما، فأنا وكان يعني هو بيحبني كثير، فكان يكلمني عن المسيح. أنا كنت يعني أجادله بالإسلام، وكنت مقتنع قناعة واحدة بس، إنه هو صار مسيحي لأنه ما بيعرف إشي بالإسلام. أنا بعرفه لما كان بسوريا، هو أمي سورية زي ما قلت، لما كان بسوريا ما كان متشدد بالإسلام وما كان يعرف إشي بالإسلام، فبالتالي نتيجة جهله هو صار مسيحي. فلما كان يكلمني ما كنت أقبل كلامه، توصل فينا مراحل على إنه أعمل له بلوك، أسكر التليفون بوجهه، نتقاتل فترة معينة على التليفون، نتفاصل يعني، وبعديها نرجع نتصالح، ويرجع يكلمني عن المسيح وأرجع أعمل له بلوك مرة ثانية. لما رجعت على الأردن بعد السعودية بال2014، بداية ال2015، إجوني جماعة من الصينيين كانوا يتمشوا بالشوارع، فابن أختي قال لي إنه في جماعة صينيين شكلهم سياح، وأنا ما كنت أشتغل أيامها، فقلت ممكن إني أخذهم سياحة، بعرف شوية إنجليزي أيامها، بأخذهم سياحة وبستفيد منهم. فجيت عليهم وحكيت معاهم، لقيت إنه يعني هم جماعة بسيطين، ما معهم كثير من الأموال، وحالتهم عقدهم، فاستضفتهم بالبيت عندنا، فقلت لهم تفضلوا، عملت لهم شربنا شيء وكذا، وبلشنا نتكلم ونتبادل أطراف الحديث، بلشوا يتكلموا عن المسيحية، فهم ويسألوني عن الإسلام، أنا أجاوب يعني بالإسلام، قوي بالإسلام، أحاول أترجم لهم إياه بالصورة الجميلة اللي منجمل فيه الإسلام، على أنه ما في قتل، لا هذا الشيء مش مزبوط، إحنا في عنا سلام ونتعايش مع المسيحيين موجودين معانا، ومن هالكلام هذا. وطلبوا مني بالأخير، قالوا لي خلونا نصلي إلك، فقلت لهم أمين، يعني إحنا كلياتنا بنصلي لإله واحد زي ما كنا نعتقد. فهم صاروا يصلوا بالصيني، باللغة الصينية، وأنا أرد عليهم وأقول آمين، بس أنا مش عارف شو بيقول، لكن أنا عارف إنه في إله بيسمع، حتى لو كانت اللغة شو ما كانت، مش بشرط كلمات منسقة منمقة، أهلك الظالمين بالظالمين، وطلعنا من بينهم وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين، وإلى آخره. فمش حاجة إنه هذا الكلام المنسق. بهاي الفترة بلشت عندي تطلع بلشت الأحاديث المخفية اللي ما كنا نتعلمها بالمدارس، بلشت أحاديث رضاع كبير تطلع، بلشت حادثة الإفك بطريقة تفصيلية أكثر، كثير من الأحاديث بلشت تطلع على الساحة. كان في شيخ ميزو كان يطلع والناس تعمله مسخرة، كان يطلع ويتكلم هاي الأحاديث ويفضح على الملأ إنه هاي الأحاديث موجودة بالكتب وبالبخاري ومسلم وهكذا. فبلشت عندي بداية الصدمة إنه هاي الأحاديث كيف موجودة في كتب السنة، وإحنا بنقدس البخاري ومسلم ومن أصح كتابين بعد كتاب الله، بعد كتاب إله الإسلام، هو كتاب البخاري ومسلم، وهاي الأحاديث موجودة فيه. فبلشت أتابع
الشيوخ كنت أعتقد على أنهم ثائرين، عقولهم مفكرة متنورين. الدكتور عدنان إبراهيم والدكتور علي كيالي وأمثالهم، هيثم صبري. فأنا بلشت أتابعهم وبلشت أنسلخ من موضوع الأحاديث، شلت القدسية عن البخاري ومسلم وقلت إنه هذول كتابين صنع بشري وممكن يخطئوا وممكن يصيبوا، لأنه الأحاديث اللي طلعت بهذيك الفترة كفيلة على إنها تنهي أسطورة نبوة محمد، تنهي أسطورة الإسلام، لأنه بتبين إجرامه، بتبين قتله، تعاليم الآيات اللي حذفت من القرآن، آية الرجم إلى آخره. فهاي الأحاديث كفيلة على أنها تدمر الإسلام. فقررت أنه أبتعد عن البخاري ومسلم وأقبل الحديث اللي يطابق القرآن، تمسكت في القرآن فقط وقلت أنه أنا بس بقبل القرآن، الحديث اللي موجود في القرآن أنا بأخذه، اللي مش موجود يعني الحديث اللي بناسخ القرآن بيطابق القرآن أو على نفس هواه أنا بأخذه، أما أشياء تقدح بشخص الرسول وكيف يطوف على نسائه في غسل واحد، تسعة في غسل واحد في ليلة واحدة، فبلشت أنكر هاي الأحاديث وأقول إنه مستحيل تكون موجودة. بعديها انتقلت، رحت على الإمارات، اشتغلت حوالي 3 سنين هناك، عملت قناة على اليوتيوب، بعثت لحضرتك أبونا إنه فتحت قناة على اليوتيوب للرد على الملحدين، قررت إني أدافع عن الإسلام وأرد على الملحدين، وبتخيلي إني أنا كنت برد عليهم. أول فيديو عملته اللي هو خلف يوسف، الرد على الملحد خلف يوسف، ملحد أردني برضو، فرديت عليه وجاب الفيديو 340 ألف مشاهدة، والقناة ارتفعت عدد المشتركين فيها من 1000 ل 3500 فترة وجيزة. هذا الشيء خلاني أحب الشغلة هاي أكثر، إنه لازم كمان أتعامل مع ملحدين ثانيين. رديت أخذت مقاطع من الملحد شريف جابر المصري، الشخص العبقري، أخذت منه مقاطع ورديت عليه، وتخيلت اني قاعد برد عليه واني قاعد بنصر الاسلام بهذه الطريقه، ومشيت على هذا المنوال. وفشلت في الامارات ورجعت على الاردن. في 2017 ترامب لما صارت في علاقات بينه وبين السعوديه واخذ 400 مليار، بالسنه اللي بعديها بالحج اللي بعديه صارت في احداث كثير بمكه، الهواء اجى وشال الحجاج والخيم ورفع ستار الكعبة، حريق برضو، المطر نزل عليهم بطريقة مش طبيعية على الحجاج. فأنا قلت لطليقتي أيام زوجتي، قلت لها فأحرقهم وأغرقهم، قلت لها إله الإسلام، فأحرقهم وأغرقهم، كأنه بيقول لأهل بيته، للحجاج اللي رايحين لبيته، لا تيجوا لهون، لانه لما انت بتيجي لبيتي وقاعد بتدفع الوف مؤلفه وبالاخير بيجي ملك السعوديه وبعطيها لترامب، لا تروحوش، خليكم قاعدين بالبيت احسن، في ناس حواليكم تصدقوا عليهم واعطوهم اطعموا الجوعان، اكسوا العريان الى اخره، افضل من انه تذهبوا على السعوديه وتعملوا عمره، ما بدي اياكم تيجوا على بيتي. يعني هاي الاحداث اللي انا، هاي الكلمات اللي تكلمت فيها لما شفت هاي الأحداث اللي تمت بعد حادثة ترامب. بعد ما تركت الإمارات اتطلقت، رفعت علي زوجتي قضية طلاق وطلع لها حقوق كثير، فلأنه الوضع المادي كان سيء. فهون أنا وقفت وقفة غضب ضد إله الإسلام، وكتبت له رسالة يقشعر لها الأبدان، كتبت له رسالة عتب على أمل إنه يسمع. فوقفت قلت لا، ما خلص، يعني بما انه غضبان علي وغضبان علي واللعنه متابعتني وين ما رحت، فخلص يعني انا لازم اشغل عقلي شوي واشوف انه احنا في مصيبه بالموضوع، في خطأ، في لعنه قاعده تتبعنا، مش معقول هذا اله بتعامل مع ابنائه بهذه الطريقه، بتعامل مع خليقته بهذه الطريقه، انه قاعدين احنا ما خلينا شيء الا عشان، ما خلينا إشي برضيك إلا وعملناه.
فبلشت مرحلة البحث المنطقي. طلعت من إطار العشيرة، طلعت من إطار العائلة، من إطار البلد، خرجت خارجا، لأنه كان ابن خالتي يقول لي إذا طلعت أنت من البيئة اللي أنت عايش فيها راح يكون وضعك غير، راح تعرف المسيح. فأنا قلت بدي أشيل القدسية عن النص، هو القرآن اللي كنت أنا متمسك فيه أيامها، فبدي أشيل القدسية عن النص وأشوف، أبحث بحث منطقي. هل معقول الملحدين اللي أنا كنت برد عليهم خطأ؟ هل كل الناس اللي قاعدة بتحارب الإسلام خطأ؟ معقول إنه ما في عندهم إشي من الصواب؟ طب ليش ما أنا أخرج من البيئة اللي أنا انفرضت علي، ومن الحياة اللي انكتبت علي، في يعني كتبوها علي أهل الإسلام نفسهم، حيث إنه لما بنولد المسلم بتسجل بشهادة الميلاد غصبا عنه مسلم. فقررت أخرج من هذا الإطار كلياته، من هذا الثوب، وأنظر للموضوع من دائرة خارجية، من خارج هذا الصندوق. وبلشت أبحث في الإنترنت رأي غير المسلمين في الإسلام، وكانت الصدمة. يعني بلشت أول مقاطع طلعت لي مقاطع القمة الزكريا، القمة الزكريا بطرس، هذا الرجل عظيم وربنا استخدمه بطريقة مش طبيعية. أكيد ربي يبارك في فطلعت صحبته مقاطعه وبلشت أسمع، نصلي لأجله يا رب. بلشت أسمع، لكن ما تغلبت بالبحث. يعني ما كنت أوقف الحلقة وأروح أدور في الكتاب الفلاني إنه رقم الحديث كذا بالصفحة الفلانية. أنا كل إشي كان يتكلمه القمة الزكريا أنا عارفه، بس لمجرد ما شلت القداسة عنه بلشت أصحى. هو ده نبيكم؟ لما يقول هاي الكلمات بالفعل هو شخص يعني لا يستحق على أنه يكون إنسان سوي، مش نبي. فكيف أنا تبعته في السنوات هاي، يعني السنين اللي راحت من عمري وأنا قاعد بركض وبحاول أني أرضيه وبرضي إلهه، بالأخير بطلع بكتشف أنه كل إشي غلط. صرت أشوف الأخ رشيد برضو، الأخ وحيد، صرت أشوف هاي القنوات كلياتها، ورجعت للملحدين اللي كنت أنا أرد عليهم وأتضايق من أي مقطع قاعدين بينزلوه. وبلشت عيوني تتفتح شوي شوي، وبلشت أستوعب اللي قاعد بصير حوالي. وصلت لمرحلة الشيء الوحيد اللي أنا كنت متمسك فيه اللي هو القرآن، هدمت قلعة القرآن بلحظات من خلال أحداث الجمع الأول، جمع القرآن الأول وجمع القرآن الثاني، زمن أبو بكر وزمن عثمان، عثمان والفضائح اللي تمت خلال هذيك الفترة، وكيف أنه عثمان حرق 7 أحرف من القرآن. طب فهنا أنا خلص أيقنت على أنه هذا الكتاب هو كتاب شيطاني صنع بشري، ما في له أي ارتباط لا بإعجاز علمي اللي ضحكوا علينا فيه، ولا الطب النبوي، ولا هذا الكتاب كله هو بطيخ. عبارة عن، هو عبارة عن كتاب انعمل لفترة 1400 سنة من الآن، ولا يستحق على أنه يتداول بين الناس، لأنه حتى الصيغة الشعرية اللي كتب فيها ركيكة جدا وفي أخطاء نحوية، فسقط من عيني بثواني. وأيقنت على أنه أنا انتهيت من الإسلام، ما عاد إلي أي ارتباط في هذا الدين. هون في عادة القمة الزكريا كان يصلي نهاية كل حلقة، فقال ارفع إيديك وصلي معي وارفع قلبك وصلي، صلي للإله الحق. فأنا بلشت رفعت قلبي يوميتها وصليت مجد لله. وسلمت حياتي للمسيح، لأنه أنا سمعت يعني بعض المقتطفات خلال المحاضرات اللي كنت أسمعها كانوا يتكلموا عن المسيح. فأنا بلحظات صليت وقلت له أنا قبلتك فادي ومخلص لحياتي. مجد ليك يا رب. في اليوم الثاني في رمضان، برضه في رمضان، في رمضان 12/5/2020 انولدت الولادة الثانية. مجد ليك يا رب. هون
ركضت مباشرة على التليفون أبشر ابن خالتي، قلت له بارك لي أنا صرت مثلك. مجدا صار لك يا رب. يمجد ويهلل يعني هللويا هللويا أنه أنا عرفت الرب أخيرا بعد سنوات معاناة كان يعاني معي، وبالأخير أنت عرفت الرب. مجدا لك يا رب. فقال لي أنا، قال لي أنا وقبل فترة بسيطة صليت لك وبكيت لأجلك. فقلت يا له رب يا رب ربنا أنقذني. سمع الآن أنا ربنا شعرت يسمع سمع. بحرية، يعني أنا في هاي الولادة الثانية شعرت إني إنسان جديد. أمين يا رب. لأول مرة بتنفس، شعرت إني زي أبونا إبراهيم لما عرف الله فحسب له برا. باللحظة برا هاي أنا أيقنت أن إني أنا بتعامل مع إله حي بيسمعني من الأزل وإلى الأبد، هو مجد كما ليك هو منذ مجد الأزل وإلى ليك الأبد وإلى دهر الدهور. أمين يا شعرت إني حبيبي آمين، شعرت إني لأول مرة ببصر. بالفعل الكتاب بيقول كنت أعمى وأنا الآن أبصر، هذا اللي أنا الله بعرفه. الله الله شعرت إني بتنفس، شعرت لون الشجر غير، الله المحبة اللي سكنت بقلبي للناس، الناس مجدا اللي كنت أنا أنظر لهم هذول كفرة فاسقين فاجرين إلى آخره، نظرت لهم مجدا إنه يا إلهي قديش قديش رب المجد بحبكم، إنه يا رب دفع ثمن غالي لأجلكم، حبيتهم يا زي ما رب هو حبهم. صرت أصلي للناس اللي طردوني من بيتي، للناس اللي ظلموني، حبيت الناس، حبيت، شعرت بإني إنسان مولود مرة ثانية. كل لحظات حياتي القديمة من لحظة ما سمعت عذاب القبر وأنا عايش في في ظلال رعب الموت رعب رعب حقيقي. مش طبيعي. ففي هاي اللحظة الشعب السالك في الظلمة قد أبصر نورا أبصر عظيما، نورا الله. الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. الله يا حبيبي يا ولدي الله. بهاي اللحظة الكتاب المقدس بيقول عن السيد المسيح له كل المجد، ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها وقالوا من مجدا هذا؟ مجدا من هذا باللحظة اللي من فيها، هذا باللحظة اللي دخل رب المجد لقلبي ارتجت المدينة كلها، ارتج قلبي وارتج كياني، وكل الناس اللي حوالي عرفوا إنه في شخص مختلف موجود حوالينا. مجدا ما بعرف كيف عرفوا، لكن هذا الكتاب اللي قاله وهذا اللي بالفعل صار معي. نعم نعم فبلشوا ينادوني ويسألوني وبلشت أكشف لهم، صرت أواجههم عاد بحقائق الإسلام. يعني كانت قمة صدمتهم إنه أنت أكثر واحد بتعرف فينا في الإسلام، بتبيع دينك. هاي أول الاتهامات اللي بيواجهها الناس، إنه أنت بعت دينك مقابل مادي مقابل كذا. قلت لهم ما حدا باع شيء ولا عملنا شيء، لكن انتم المفروض انه تصحوا من الغيبوبه اللي انتم فيها. رسول الاسلام لا يستحق على انه يكون انسان عادي، ولا حتى انسان حطوه بخماره، حطوه بشيء نجس بعيد عن الواقع اللي احنا عايشين فيه، لانه اخلاق بعض الناس ارقى من محمد أفضل واصحابه كلهم أفضل صح. بكثير بمراحل. شعروا بهذا الإشي وبلشوا عملية صارت في محاربات، صاروا يتهموني بالجنون، يعني إنه في بعضهم قال لي أنت مجنون وأنا شايف شيطان في عيونه. فقلت كنت أضحك يعني على كلامهم وأصلي لأجلهم. زادت الأمور عندي بالأردن، إنه صارت قضية النفقة المفروض إني أطالب فيها. في اللحظة اللي كانت خواتي كان خايفات على انه انحبس وما في حدا راح يساعدني اطلع من السجن، لانه قانون النفقه في الاردن انه يدفع كل المبالغ اللي عليه وبعدين يطلع. فكان خوف شديد من هذا الاشي، لكن انا كنت مطمئن، انا رب المجد معي وعارف انه راح يفتح طريقي. لا يمكن، مجدا لا يمكن، لا اله حي مجدا احبني لدرجه انه صلب عشاني يتركني بهاي اللحظه. وقلت أنا راضي باللي شو ما بده يعمل فيه، أنا بالأخير
وجدت الشبع الروحي اللي أنا كنت أبحث عنه وبحثت عنه في كل مكان، في المدارس الله بحثت عنه، في العمرة، في الأماكن، في المقابر بحثت عن الشبع الروحي اللي أنا وجدته بالمسيح، لكن لم أجده إلا باللحظة اللي أنا سلمت حياتي فيها إليه. واو ف المحاربات الأهل من جهة، وفي موضوع ثاني اللي هو الأذان. صرت أنا أسمع الأذان 5 مرات باليوم، بالنسبة لي كان إجرام، يعني أنا قاعد بسمع يعني تمجيد لمحمد 5 مرات في اليوم. أنا كنت كثير يعني هذا الأمر مرهق، وأنا بستغرب كيف المسيحيين اللي عايشين في الدول الإسلامية استمروا كل هاي السنوات. شيء صعب جدا على أنه أنت قاعد تسمع، إذا نزلت على السوق بتلاقي انه اذا بده يبيع كيلو بندوره بيقول لك صلي على لازم تصلي عليه. يا حبيبي ما بديش اصلي عليه، يعني مش اجباري السولافه. فالامر كان مضايق. فخلال هاي الاثناء اتعرفت على زوجتي اللي هي معي حاليا، كنت موجود في الاردن، ف كنت على يقين انه الرب راح يفتح لي باب. ما كنت خايف من سجن، ولا كنت خايف من شيء، ولا كنت خايف من قتل، واتكلم وين ما كنت باي لحظه كانت تسنح لي انه لازم انا اخبر العالم، لانه انتم نور العالم، لا يمكن ان تخفى مدينه موضوعه على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل على المناره فيضيء لجميع الذين في البيت، فليضيء نوركم هكذا قدام الناس، لكي آمين يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. لا آمين يمكن إني أسكت، فكنت أستغل أي لحظة إني أتكلم فيها. ده الكلام ده وانت في دورت على وانت في التلفزيون وانت في الأردن. وأنا في الأردن، ودورت على كنيسة، وبالفعل ابن خالتي ساعدني ونسق بيني وبين قسيس هناك موجود، الرب يباركه. ورحت لعنده، كانت ايامها كورونا وكان في حجر صحي، وبلشت الامور تتحل شوي شوي، الخروج في ساعات معينه. فرحت له بالكمامه وكذا، رحت على كنيسته، صدمني رده فعله في البدايه. قال لي انا ما عندي، قال لي اعطيني اشرح لي اللي انت بقلبك بالضبط، انا ما عندي فلوس ولا بسافرك. فأنا صفنت، يعني إنه نظرت إنه لا، أنا مش هذا طلبي. أنا بالأول كنت أدور على إني أسافر وأدور على فلوس وإلى آخره، لكن أنا بمجرد ما عرفت المسيح تغيرت نظرتي للحياة. أنا صار استغنيت بدي أي طريقة إني أظني متمسك فيه. فقال لي هاي الكلمتين، لكن بلش يدرسني، بلش يعطيني الكتاب المقدس، دروس من الكتاب المقدس. بلشت أعيش الحياة المسيحية، أروح الصلاة كل أحد، أخطب حالي من المنزل على أساس أني نازل أتمشى وأنا رايح على الكنيسة. واستمريت معاهم لغاية ما طلعت على تركيا، لأنه وصلت القضية لحدها، يعني وصلنا لمرحلة التنفيذ القضائي، وانه باي لحظه انا بتمسكني دوريه بوليس بتحطني بالسجن. فكنت على يقين ومرتاح على انه الرب راح يفتح بابه. بالفعل طلعت على تركيا، واختي الكبيره اللي كانت تنقدني وكانت تحاربني في هاي الايام البسيطه، الا انه هي اللي ساعدتني واعطتني، قالت لي اطلع من هون. فطلعت على تركيا، قعدت فيها أول فترة، كانت الوضع صعب. اندليت على ابن خالتي برضه ساعدني يدور لي بالإنترنت، ولقينا كنيسة موجودة بتركيا بإسطنبول، اللي منها الأخ زاد اللي عمل معك اختبار من فترة، الأخت نازلي كمان برضه كانوا إخوة إلي أي موجودين بالكنيسة، لازلت بتواصل معهم وهم معي لغاية اليوم. الأخت نازلي اللي تعذبت من السجون السورية، اختبارها موجود في القناة. الأخ أزار كذلك الأمر، العائلة الكردية اللي عرفت الرب بمعجزة بيد قوية لما
مظبوط ساعدهم على الحدود، زي ما أخرجني بيد قوية، أخرجنا من أرض العبودية إلى أرض الحرية. آمين يا رب هكذا هم العالمين، أبناء الرب، دائما يخرجوا من العبودية للحرية. آمين يا رب العالمين. بالكنيسة اللي كنت فيها بتركيا، بعثت لك أبونا صور التعميد لما تعمدت. نشكر أيوة ربنا، يوميتها أنا كانت برضو الولادة الثانية، ولادة المسيحية، باللحظات اللي تعمدت فيها باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. آمين انضميت، نسبني القسيس قسيس الكنيسة لدراسات كتابية، لدراسة اللاهوت والدراسات الكتابية، وحاليا أنا بدرس فيها وبتابع فيها، دراستنا فيها أونلاين. أما مضيت فيها تقريبا سنة ونص، باقي لي سنتين ونص، ونتعمق بالكلمة، نتعمق بالنعمة. ربنا أعطانا هذا الاختبار، أعطانا عشان لما أتكلم مع مسلمين أكون عارف شو بتكلم. في يوم من الأيام أبونا بدي أحكي لك موقف صار معي بتركيا. كنت عامل عادي، الحياة بتركيا صعبة جدا، فكنت عامل عادي بمعمل، واضطريت على اني اشتغل عامل عادي، تنظيف، باكي، تعبئة او تغليف، الامور البسيطة هاي. وكنت خلال هاي الفترة حوالي 5 شهور اشتغلت بهذا الاسلوب، بهاي الوظيفة. كنت خلال هاي الفترة احكي للمحاسب واحكي للمدير انه انا محاسب ومعي خبرة 10 سنين، فإذا أنتم بحاجة إلى محاسب أنا موجود، ولا كأني بحكي معهم. وكان المحاسب ناوي يترك الشركة، وأنا ما كنت بعرف، ولكن كان مرشح زميله بالشغل. المهم، في يوم من الأيام وقفت بعد التعب والألم، وكان بعد العيد الإسلامي، كانت أيامها عيد إسلامي بعد عيد الفطر، فوقفت على الشباك قبل ما أطلع على الشغل وقلت له: يا رب أنا تعبت والوظيفة هاي أرهقتني، وأنا يعني بدي معجزة. فصرخت وقلت له: أرني مجدك اليوم، أرني مجدك اليوم. بنفس اليوم أبونا، بنفس اليوم أنا صرت الرجل الثاني في المعمل. يا رب يسوع، مجدا ليك يا رب. بنفس اليوم، سمعنا. ما في يوم تخطى، ما في اسبوع، بنفس اليوم ارني مجدك اليوم. اليوم مجدا ليك يا رب، مجدا ليك يا رب. المدير لما قلت له انا محاسب قال لي: انت محاسب؟ انا صابتني الصفنه، يعني انت صار لي 5 شهور انا قاعد بكلمك اني محاسب، هسه سمعت؟ الرب فتح اذانه باللحظه اللي انا طلبته فيها، آمين يا رب، آمين يا رب، آمين. اعطانا سلطان على انه ندوس الحياة الحياة والعقارب، والعقارب اعطانا سلطان على انه لما نطلب شيء باسمه بعطينا. أمين هذا هو الاله الحي. انا شفت أمين حياة كثير، يعني حياة مختلفة 180 درجة، بين شيطان اظل اغوى، زرع الحقد، زرع الكره، تدعي ما بيستجيبك، وبين اله انا بمجرد ما اقول له باسم الرب يسوع هو يعطيني. أمين يا رب يسوع، أمين أمين. وهاي تعاملات الرب معي. خلصت من تركيا، طلعت لأوروبا، وطبعا تزوجت بتركيا وأخذتني زوجتي، كملت لي أوراقي وطلعت لعندها على أوروبا، وأنا موجود في أوروبا. خطة الرب في حياتي، أنا عملت هذا الاختبار، أصريت على أني أحكي اختباري لأنه الوقت قريب، ويوم أمين الدينونة آتي، أمين، مجدا ليك يا رب. والكنيسة تنادي: أمين تعال أيها الرب يسوع. فهو على الأبواب، أمين الأشياء اللي إحنا بنشوفها حوالينا دلائل واضحة على أنه يوم الرب قريب. يا رب، فلا بد، أنا استعجلت أني لازم أتكلم، لازم أخرج من، لازم ألاقي نافذة، وبشكر ربنا على هاي النافذة اللي من خلالها إحنا بنقدر نتكلم مع أعداد
حتى لو كانت يعني بالألوف، إلا أنه إحنا بنطمح على أنه صوتنا يوصل للملايين، واختباراتنا تلمس الناس، وإحنا مش وظيفتنا على أنه نجيب الناس للمسيح. إحنا يعني نعطي نقرات، لما بدنا نيجي نهد حيط بنضربه ضربات معينة لحد ما يسقط لحاله. إحنا مش وظيفتنا نهد الحيط كامل، إحنا بنعطي ثغرات معينة حتى تفتح قلبك وتستقبل رب المجد لقلبك وتقول له أنا سلمتك حياتي وقبلتك يا رب. فادي ومخلص إلي. امين يا رب يسوع، امين يا رب يسوع، امين يا رب يسوع. انت بتعمل ايه بالختام دلوقتي؟ بتعمل ايه دلوقتي؟ انت بتبشر بيسوع، بيتك بكنيسة. كلمنا عن الحتة دي، مهمة عشان الناس تعرف انك انت مش قاعد لاهي في حياتك ولقيت شغل ومش عارف ايه. يعني لازم تقول للناس، يعني انت بتعمل ايه دلوقتي في ايطاليا، في اوروبا، انت بتعمل ايه دلوقتي؟ فلازم تقول، لازم تكلم الناس، تقول لهم انت انت عايش لايه، بتعمل ايه. اتفضل. أنا بعد ما عرفت المسيح أنا حياتي مش إلي، أنا حياتي للي فداني، حياتي للي صلب لأجلي، اللي دفع دمه ثمن مقابل اللي أنا فيه، الحرية اللي أنا فيها مقابل إنه حررني من الموت، اسمه رب يسوع، اسمه رب حررني يسوع. من الموت، حررني من الخطية. اسمه رب فأنا يسوع. حياتي مش إلي، أنا حياتي إله، وراح أظل ماشي وراه وأحكي باسمه وين ما رحت، ولو شو ما صار، لو شو ما كانت النتيجة، أنا معي ملك الملوك وما بخاف من شيء، اسمه أنا رب يسوع. بالسلطان اللي أعطاني إياه بقدر أتكلم. وحتى لما كنت في اسمه تركيا يسوع. وكل اللي حوالي، كل اللي بيشتغلوا معي والعاملين اللي بيشتغلوا معي هم اللي كانوا، لا يعني هم لاجئين من سوريا، كانوا مع داعش، كانوا مع حزب النصرة وإلى آخره، كلياتهم مسلمين متشددين. لما كانت تسنح لي الفرصة ما كنت أسكت نهائيا، وعلى الرغم مجد من لله. خوف، يعني من معرفتي على أنه بأي لحظة ممكن يثوروا علي ويغاروا على نبيهم وعلى الكلام اللي بينقال، وممكن أني أتعرض لمشكلة، لكن السلطان اللي مهمك، الله اللي الرب مهمكش. أعطاني إياه ما بقدر اسم رب أخفيه. يسوع، اسم رب يسوع. أنا وكنت أكلمهم زي ما بيقول الكتاب المقدس عن ربنا يسوع المسيح له كل المجد، لما كان يكلم الفريسيين والكتبة والفريسيين كمن له سلطان، يعني هو كان وأنا له سلطان ويتكلم معهم. وأنا عايز، أنا عايز كل اللي بيسمعنا يا كرم يتمسك بهذا السلطان. أنت ليك سلطان، قول الكلمة، ما تسكتش. أنت ليك سلطان، طلع النور اللي فيك، وصله للعالم. العالم محتاج، العالم في ظلمة. ربنا اداك النور مش تحطه عندك وتحبسه فيك. ربنا ما اداكش النور عشان تبقى بخيل، ربنا اداك النور عشان تذيع هذا النور على العالم، تنقذ البشرية. انت رسول، كل من ينقذه الرب هذه الايام هو رسول، كل من يعطيه الرب هذا الاختبار هو رسول. ما تسكتش ايها الساكت، انت خائن. ايها المقطوع اللسان، انت تنكر المسيح. يا رب يا رب يا رب، تعالى انا عايز اسمع صلاتك يا كرم قبل ما نسيبك. اول مرة اختبار يقعد معايا ساعة ونص، انا عندي اختبار تاني دلوقتي من لبنان. تعالى نصلي. ربنا اتفضل. يباركك. يعني هي انت لو سمعت، انت كلمات ايه الرب، ليه كلمات ليه الرب لا تنتهي. ليه ليه انت ليه انت اصريت ودورت عليا وقلت لي ودورت عليا وقلت لي عايز اشهد. يعني عرفتني لازم ازاي؟ نعمل شيء، لازم نعمل شيء. ما في واحد بيلمس هاي المحبة، بيلمس هذا الاختبار، بيلمس محبة المسيح كيف ملأ قلوبنا، كيف يعني نمشي وهو معانا. هاي المحبة، هاي السكينة، هاي صعب إنه نسكت عنها، صعب إنه نسكت ونقول للناس ضلكوا نايمين في سبات وإحنا مبسوطين وعايشين مع الرب وكفى. لا، إحنا أصلاً إحنا اختار جهال العالم واختار الضعفاء واختار المزدرى وغير الموجود
ليخزي بهم الأقوياء ويخزي بهم العلماء. فإحنا اختارنا عشان نتكلم، هو ما اختارنا عشان نقول نشكر ربنا أنا صرت مسيحي وأحط راسي وأنام. أنا بدي أخلي الناس يعني الصوت هذا يوصل لأكبر عدد ممكن، لأنه اسم الرب يسوع. لازم يعني شعور الاختبار بالمسيح، اختبار المسيح في حياة الإنسان شعور رائع لا يمكن وصفه. آمين يا رب. آمين آمين آمين. في كلمة بحب أقولها للمشاهدين في ختام الحلقة، طولت عليكم بعرف، بس إنه من الاتهامات اللي بيوجهوها للناس اللي بتطلع بتقول اختباراتها إنه باعوا نفسهم. نعم إحنا بعنا نفسنا، لكن اللي اشترينا بثمن غالي، الله بثمن غالي، اشترينا بثمن غالي بدم أمين إلهنا يسوع وربنا ومخلصنا وفادينا أمين يسوع المسيح اللي إجا. وكل أمين النبوءات في الكتاب المقدس كانت تتكلم عنه إنه هو هذا الطريق والحق والحياة، وهو الخلاص الوحيد أمين للبشرية، هو مخلص مجدك يا رب العالم. فإحنا مجدا ليك يا رب اشترينا بهذا الثمن، وإحنا مجدا ليك يا رب رايحين نظل نخاطب الناس على هذا الثمن. مجدا ليك يا رب مجدا مجدا ليك يا رب. طب صلي لنا بقى قبل ما نسيبك، الحوار معاك جميل جدا، وانا الله يبارك فيك. الخادمه في بيروت عماله تبعت رسائل. معلش معلش، اتفضل آمين. صلي لنا قبل ما نتركك هذا الاختبار آمين. القوي بسم العميق الله اللي والابن مليان والروح نعمه. القدس الإله الواحد آمين. يا رب أشكرك يا رب على نعمتك. نعم أشكرك يا رب لأنك فتحت لنا المجال على إنه نتكلم عنك لمجد اسمك يا رب. نعم يا رب أشكرك يا رب لأجل هاي النافذة اللي أنت فتحت لنا إياها عشان نتكلم فيها باسمك ونخبر باسمك العالم، ونخبر العالم بكم صنعك بنا الرب. أشكرك يا رب على نعمتك لأنك معانا وعطيتنا سلطان على أن ندوس الحياة والعقارب. بشكرك على محبتك العظيمة، باسمك باسمك بشكرك على دمك الثمين اللي سفك باسمك لأجلنا يسوع على الصليب. أمين يا رب أمين اشرق بنور كل اللي كان بيسمعنا، يا يا رب رب اشرق بنورك في قلب كل من كان يسمعنا، يا رب يا اشرق رب بنورك في قلبه وافتح أمين عيونهم يا سيد أمين يا رب ليعرفوك أمين أنت الإله الحق، أمين يا رب أمين ليعرفوك أنت إله الحق. أمين يا رب بارك في هاي أمين القناة وبارك في أبونا الدكتور رحومة، محمد رحومة، بارك فيه يا سيد، وبارك بكل اللي قائمين بالخدمة هاي، وبارك بالجهود المبذولة بهذا الإطار. بارك فيهم يا سيد واعطيهم كلمات ممسوحة من الروح القدس، خليها تأتي بالثمر المرجو 30 و60 و100 باسم يسوع. أصلي باسم يسوع ولك المجد والقوة والكرامة إلى الأبد آمين. آمين يا رب يسوع آمين. عندي رسائل كتيرة ليك. واحدة بتقول لك نتشرف لي أتعرف على الله، ابن متجه للإلحاد، أتمنى إن أنا أعرف الأخ كرم عشان نتكلم مع ابني. حاضر يا ستي، هقول لك وأخلص آمين. بس الخدمة وأعرفك بالأخ كرم إذا سمح. آمين. وربنا وربنا موجود وبيشتغل، ما تخافيش. صلي صلي يا أمي، صلي يا آمين. ست الكل، صلي صلي وما تم... وأوعي أوعي تيأسي، أوعي أوعي تشكي، ربنا بيسمع. درس النهاردة، آمين. اختبار النهاردة، ربنا بيسمع. اتجه إليك بقلب، اتجه إليه بقلبك وهيسمعك. الراجل ده بيقول لكم كل لما يرفع ايديه يقول له يا رب، يقول له حاضر آمين. حاضر، عمره ما خذله. طبعا انت شفت انت شفت الرب وشفت رؤى ما قلت لناش عليها. شفت رؤيا، يعني حلم أيام الإسلام. كنت ميت وفي مكان مظلم، وفي ناس الأموات اللي هم جايين يسلموا علي ويقولوا لي إنه محمد جاي يسلم عليك. فأنا نظرت بالظلام، لا زلت بتذكر هذا الحلم، نظرت بالظلام، أنا ثابت بمكاني لكن عيوني قاعدة بتدخل في الظلام وشايف ظلام دامس إذا وضعت إصبعك ما بتشوفه.
فأنا قاعد بشوف الظلام ظلام ظلام وبستنى ظهور محمد من هذا الظلام. صحيت وأنا أقول طب يعني بما أنه خير خلق الله يعني ليش بالظلام؟ يعني الظلام ما شفته حتى. وشكرت ربنا بعد ما الرب أشرق بنوره في قلبي، شكرت ربنا على أنه كويس اللي ما شفته، لأنه وأيقنت المكان اللي موجود فيه محمد حاليا، طبعا في الظلام، في في بحيرة الجحيم، الله، نعم في في بحيرة البحيرة النار والكبريت، المتقدة نار وكبريت، والتي نعم يلقى فيها النبي الكذاب مع الشرير. فهاي أعزائي الحلم الأول. الحلم الثاني من أيام، ليش أنا بستعجل بي إني أتكلم باختباراتي، أو إنه لازم نخبر الرب ونشتغل أكثر الفترة اللي جاي، لأنه يوم الرب قريب. أنا شفت هزة أرضية كانت شديدة جدا، الناس خايفة، أنا خفت، أولادي كانوا حوالي. لما هديت العاصفة، هديت الهزة الأرضية، نظرت من النافذة وجدت علامة الرب في السماء، وجدت علامة ابن الإنسان في السماء، وكانت طالعة من نافورة مي، فكانت متوهجة جدا النور اللي طالع منها. ففتحت الشباك وصرت أشكر ربنا، أنا إلهي يسوع المسيح، وأصرخ بكل ما أوتيت الله من قوة، إلهي يسوع المسيح. مجدا ليك يا وصرت رب، أرنم وصرت مجدا ليك يا أرنم رب، يسوع أنت إلهي، أنت شافي الوحيد. صرت أرنم بصوت أمين عالي، أمين أولادي أمين كمسلمين بيطلعوا علي ومستغربين، لكن أنا كنت أخبر. آمين أمين باسم يا رب يسوع. يسوع، أمين يا رب يسوع. أنا مش عايز أسيبك، مش عايز أسيبك، أنت ربنا نعمة يباركك. فعلا انك انت أنا يعني تكون معايا النهارده، بركه كبيره انا خدتها صدقني. انا فرحان باركت فيك وأرجو. فرحان بيك قوي قوي قوي. انت صوت، بصوا اسمعوا نبوءات اخر الايام من فم ابنكم كرم، دي نبوءات اخر الايام، العلامات بانت. صدقوني اقروا كويس متى، اقروا كويس متى عشان تعرفوا ان احنا خلاص اقتربنا من الايام الاخيره. يسوع بيتكلم ليكم بالاختبارات، يسوع بيتكلم ليكم بهذه القصص وهذه الشهادات. اسمعوه اسمعوه، افتحوا قلوبكم افتحوا عقولكم. مجدا ليك يا رب، شكرا ليك يا كرم في نهاية هذه الحلقة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، هذا يوم جميل ورائع مع بركة الرب يسوع، مع كل هذه البركة التي لمسناها، التي عايناها، التي تذوقناها. صدقوني نحن نرى المسيح الآن في كل ما قاله كرم، نحن نراه، لا تنكروه. إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. يا جماعة فوقوا، المسيح الآن في المشهد، المسيح الآن موجود معاكم، لا تقص قلوبكم. مجدا ليك يا رب، مجدا ليك يا رب. أشكرك 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 أبونا، أشكرك. أشكركم. إلى اللقاء أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة، انتظرونا، صلوا من أجلنا، مجدوا الرب فيما يصنع بنا. أشكرك يا رب المجيد. آمين 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 آمين. آمين.